بفعل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفاس، توسعت الأنشطة التربوية والتعليمية بعدد من المؤسسات المدرسية، فأصبحت المدرسة العمومية تستقبل أقساما للتعليم قبل المدرسي وأخرى خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على أقسام تعليمية ذات مواصفات متفردة من قبيل تعليم وإدماج الأطفال الصم حاملي القوقعة. وتروي عدد من المؤسسات المدرسية بفاس حكايات نجاح مثيرة للاهتمام وباعثة للأمل في مستقبل المبادرة. في إطار البرنامج الأفقي للتنمية البشرية استفدت المؤسسة بتجهيز حجرة دراسية في التعليم الأولي، والحمد لله في جوج المراحل، والتلاميذ كيستافدوا بواحد التعليم في المستوى العالي بزاف. كما في نفس الوقت المؤسسة كتحتضن جمعية عودة الأمل لحاملي القوقعة، واللي حتى هي كتستفد بشراكة مع المؤسسة بفضاء بحجرات دراسية باش يستفدوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الجمعية اللي تأسست هذه تقريبا 5 سنين، الحمد لله يعني كانت بدات بقسم واحد، الآن عندنا 4 ديال الأقسام وعندنا 4 ديال المستويات علاش كنخدموا. بالنسبة للجمعية فيها عدد الأطفال اللي دابا حاليا هاد السنة كيقراو في هاد الأقسام المدمجة اللي بمدرسة عبد اللطيف اللعبي، عندنا 48 وصلنا ل 48 طفل، وكاينة لائحة انتظار، وعندنا أطفال اللي اندمجوا في مدارس عمومية تقريبا دابا وصلنا ل 35 طفل هاد السنة اللي اندمجين، والسيرولة ديالهم عادية يعني الحمد لله كل عام كنجبروا نتائج جيدة. زيدوا زيدوا. بدعم من المبادرة تم تجهيز هذه المؤسسات بمختلف الأدوات والمعدات البيداغوجية، بما في ذلك حواسيب وفضاء للحكي والاستراحة وفضاء خارجي للعب مجهز بمجموعة من الألعاب صممت بشكل يضمن السلام والنمو الفكري والذهني للبراعم الصغار. وتتكلف الإدارة المدرسية بمختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية المرتبطة بتواجد هؤلاء البراعم، وتتكلف جمعية الأمل لحاملي القوقعة بدعم من المبادرة بأداء أجور المربيات الموظفات لهذا الغرض. الأطفال الصم اللي زارع القوقعة اللي كيزرع القوقعة تتحضنهم هذه الجمعية باش كتحاول تجسد الدراسة ديالهم والتأهيل ديالهم باش يندمجوا في المدرسة العمومية أو الخاصة كالأطفال العاديين. إذا خلاص على العاتقة باش لها الدريم من الترويض ديالهم، من تصام الدروس ديالهم، من التأهيل ديالهم. حسب الإحصائيات الرسمية، فخلال الفترة ما بين 2014 و2018 ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تجهيز 37 قسما للتعليم قبل المدرسي في 25 مدرسة بعمالة فاس، كما أن الأقسام الجاري حاليا فتحها تبلغ 11 قسما للتعليم قبل المدرسي، فيما تم إحداث 3 مراكز للتعليم قبل المدرسي.